النوع الثاني من التثبيت هو باستخدام line soil stabilization with using line. شنو line؟ line هو جير أو الجير المطفئ. This line is very effective in treating heavy plastic clay soil. طبعاً طلاب لازم تنتبهون تفصلون من تشتغل أي نوع من أنواع المضافات إذا تثبت تبغى كمضافات كيميائية لازم ننتبه على نوع التربة. فهنا التربة الثقيلة اللي هي تربة طينية البلاستيكية الثقيلة تستخدم بها اللايم في معالجتها وتثبيتها. ويمكن استخدام طبعا اللايم ممكن أن نستخدمه لوحده. Lime may be used alone or in combination with cement. أو يكون مركب إضافي ويا من؟ ويا السمنت ويا بيتومين اللي هو البيتومين or fly ash أو الرماد المتطاير. Sandy soil التربة الساندي اللي هي التربة الرملية can also be stabilized with these combination. ممكن أيضا نثبتها ونعالجها بإضافة هذا المركب اللي هو اللايم ويا السمنت أو بيتومين أو fly ash. Has been mainly used for stabilizing the road base and the subgrade. هذا النوع من المضاف يستخدم في تثبيت الرود بيس طبقة البيس طبقة السبجريد. إضافة نسبة طبعا احنا كنا نعرف كل مادة من نضيفها لازم راح يصير عندنا في التحسين. فالإضافة اللايم تؤدي إلى زيادة السترينج. شنو يزيد لنا بعد اللي هي زيادة القوة و durability of soil اللي هي متانة التربة. عادة 2-8% من اللايم يضيفوا الماء للcoarse grain soil اللي هي الحصو خشن اللي grain التربة الخشنة. والنورمالي 5-8% تضاف الماء تضاف إلى البلاستيك soil نوع التربة تكون بلاستيكية. The amount of fly ash as admixture may vary from 8 to 20% of the weight of the soil. نسبة المضاف كفلاي اش احنا قلنا عندنا يا اما يكون ويا السمنت او فلاي اش. فنسبة المضاف من فلاي اش حيكون من 8-20% of weight of the soil. النوع الثالث من التثبيت او المعالجة هو باستخدام البيتومين. طبعا الطلاب لازم تعرفون ان الستابلايزيشن از كاريد اوت تو اتشيف وان اوف بوث اوف ذا فولينج. احنا ليش نسوي ستابلايزيشن؟ ليش نضيف مضافات؟ هو الشغلة احنا لازم نخلي المادة ووتر بروفينج اوف ناتشورال ماتيريال. لازم تكون المواد غير منفذة ضد المي. لانه احنا تعرفون احنا المشكلة تصير عندنا وين؟ طبقة السب جريد. يا اما تكون من طبقة المياه الجوفية اللي ترتفع وتبلش لي تبدي تدمر طبقة السب جريد لأنه ترتفع المياه الجوفية من الأسفل وتنفذ إلى طبقات العليا وتوصل طبقات البيفمنت أو دخول الماء إذا كانت الطبقة ضعيفة أكو كراك من الأعلى يدخل إنه يتنفذ. إحنا بالبداية ثبتنا إن إحنا لازم طبقة الأسفل البيفمنت ما نصممها طبقة السيرفس تكون غير منفذة مي من الأعلى للأسفل. يعني المي اللي حصل مشكلتنا منين؟ من الأسفل إلى الأعلى. فإحنا لازم نعالج هذه الحالة إن نسوي طبقة السب جريد وطبقة البيس غير منفذة وتمصع عندنا مي مياه جوفية عن طريق الشعير بطريقة الشعيرات. الشغلة الثانية إن هذه الستابلايزيشن إيش راح يسوي لي؟ راح يسوي لي binding of nature material. راح يربط لي التربة الطبيعية المواد الطبيعية. مشروح هنا قدامكم طلاب شنو معنى الووتر بروفينج؟ قلنا الأرض الطبيعية بنحط لها أسفلت الستابلايزيشن إيش راح تسوي؟ راح تبدي تغذق الثقوب الثقوب اللي موجودة بالتربة. طبعا التربة بها احنا مثل ما شرحناكم بالتحليل الإنشائي بها تربة ناعمة صعود المياه الجوفية إلى الأعلى ايش حتسوي لي؟ راح تدفع التربة الناعمة راح تترك لنا شنو فراغات صغيرة بتراكم هذه المواد الناعمة اللي تتحرك من مكانها وتترك الفجوات باستمرار الوقت والأحمال اللي راح تسلط منها
الخراج راح تأثر، راح تؤدي إلى حدوث فتشرخ بسيط أو كراك شعيري يبدي عندي بهاي المنطقة بالنسبة إما للتبليط، لأنه التبليط ما مستدعر هاي طبقة البيت إذا كان الكراك في البيت، وإذا كان بالسب بيس أو سب جريد شو حيصير عندي؟ حيصير عندي هطول، راح تضطر الطبقة الأعلى من عندها راح تنزل، وهكذا إلى أن توصل طبقة الأسفل بيفمنت حيجي عليها الحمل المركبات العالي، فراح يكون جواها مكان فراغ، راح شو يصير فيها؟ راح تنفرز طبقة التبليط، يصير عندنا ديفليكشن. فلازم الطلاب ينتبهون ان احنا مثل ما قلنا لازم نستخدم هاي الماده اللي هي الاسفل سمنت اللي طبعا العفو البيتومين اللي هي مقاربه المقاربه للاسفلت الاعتيادي مالتنا بس بجريد معين، هسه نشوفه ان شاء الله بالمحاضرات الجايه. طبعا مثل ما انتم تعرفون مثل ما مشروعكم سابقا ان الاسفلت هي ماده تربط لي ماده رابطه مثل السمنت، فهاي الأسفلت راح يربط لي الحصو المادة التربة الطبيعية المتكونة من عدها وتعطيها قوة تحمل أكثر من التربة العادية. بس طبعا أكيد هاي قوة التحمل مالتها بالرغم وجود البيتومين راح يكون أقل من طبقة الأسفلت العليا. إلى هنا الطلاب يكون قد انهينا الجزء الأول من المحاضرة الأولى. طبعا المحاضرة الأولى بالتصميم الإنشائي راح تتكون من جزئين، حتكون من جزئين تعرفوا شنو بها معنى شنو الستابلايزيشن وشنو الكومباكشن للتربات. الجزء الثاني المحاضرة الثانية راح تاخذون بها ان شاء الله الكومباكشن الاجهزة اللي تستخدموها وكل نوع تربة وتأثيرها. خلوا بالكم بس الطلاب احب انوه لكم في الشغله ان احنا حيكون عندكم الساعه من 40 درجه، قلنا عندكم تقارير اثنين وعندكم هوم وورك، وان شاء الله من ترجع الدوام بالجامعه راح يكون عندنا امتحان فصلي، وهذا الامتحان اللي احنا عليه 15 درجه مثبت حسب الدرجات مالتكم. ارجو تهتمون بالتقارير مالتكم وتهتمون بالريبورتات وفد ملاحظه بسيطه للطلاب، يعني يا ريت بنطلب عندكم ريبورت على مود يعني طلبة دي يسوون ريبورتات دي يتعبون روحهم. انت ما تسحب لي بيبر موجود من الانترنت وتجيبه، انت تستفاد من فقرات موجودة بالبيبر، تقدر تاخذ 4 فقرات 5 وتستغل الفقرات الموجودة بها وتثبت لي اياها في ورقة معينة او حتى لو تكتبها بخط ايدك، واحنا نكون ممنونين من عندكم وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا للاهتمام بالمحاضرة.